طيب تعالوا نروح لاخبار فرقتنا والنادي الاهلي، ان موسيماني بيعقد طبعا اجتماع او محاضره مع اللعيبه قبل انطلاق المران النهارده الظهر طبعا على ملعب استاد تيتش كالعاده، بيتكلم معاهم في المباراه اللي فاتت، بيتكلم معاهم على بعض الايجابيات والسلبيات، بيتكلم على المحاضره الفنيه اللي كمان ان شاء الله احنا عارفين النادي الاهلي بعد بكره عنده مباراه مع الانتاج الحربي، بيتكلم في كل الامور الفنيه وبيبدا التمرين زي ما حضراتكم شايفين على الجانب كمان المعنوي. على الجانب المعنوي كانت مباراه مهمه جدا جدا، مباراه سيراميكا اللي فاز فيها الاهلي 2-0، وبيطلب اكيد من اللعيبه ان شاء الله الاستمرار في الانتصارات، وخاصه ان مشوار بطوله الدوري مشوار طويل ولسه احنا في بداياته، لكن مهم جدا الانتصارات في بدايات الموسم. اكيد طبعا بسرعه كده، النهارده بنتكلم عن استعداد الاهلي لمباراه الانتاج. النهارده الفريق خد تقسيمه بطول الملعب بمشاركه حارسين المباراه. النهارده في تركيز كبير زي ما انت قلت كابتن هاني من الجهاز الفني وبالتحديد من موسيماني اللي كان حريص انه يوقف او يوقف المران اكتر من مره عشان يصحح بعض الاخطاء ومطالبه اللاعيبه ان هم ينفذوا الجانب الخططي. النهارده كمان يمكن كان في اكتر من تقسيمه بينفذ خلالها الجهاز الفني الجزء الخططي ده طبعا. وكمان من خلال الصوره شفنا تواجد الكابتن محمود الخطيب لسه مستمر في متابعه الفريق، ولسه كابتن محمود الخطيب بيقازل الفريق بشكل كبير جدا، شفناه مع موسيماني بيطمن معاه على حاله الفريق المعنويه والفنيه، وده طبعا يعني مش جديد على الكابتن محمود الخطيب. لسه مع اخبارنا وفرقتنا النادي الاهلي، الثلاثي عمرو السوليه وجونيور اجاييه ومحمود وحيد بيتدربوا تدريبات تاهيليه النهارده على ملعب التتش تحت اشراف الجهاز الطبي بالنادي الاهلي، بيستعد طبعا السوليه للعوده تاني بعد عودته، ونقول له الف حمد لله على السلامه. طبعا بيتاهل بدنيا للمشاركه في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من فيروس كورونا. بيشتكي أجاييه لسه بيشتكي من إصابة في الوتر الوحشي في رجليه، ويواصل طبعا محمود وحيد التأهيل. طبعا احنا عارفين محمود وحيد اشتكى من آلام في الركبة، لكن عودة عمرو سولية يعني الحمد لله بنقول له الحمد لله على السلامة، ان شاء الله تكون إضافة كبيرة جدا لخط وسط النادي الأهلي. طيب ان شاء الله. بمناسبة محمود وحيد بقى، يعني طبعا الظهير الأيسر للنادي الأهلي، بيؤكد أحمد أبو عبلة طبيب الفريق إنه اللاعب خلاص هينتظم في المران الجماعي بعد مواجهة الإنتاج الحربي دي إن شاء الله، وبيخضع لبرنامج تأهيلي بعد طبعا ما كان بيشتكي من ألم في الركبة. النهارده بيخوض جلسة في الجيم، بعد كده استكمل برنامجه التأهيلي بالجري حوالين الملعب، بينفذ بعض الفقرات التأهيلية تحت إشراف طبعا الجهاز الطبي بالكامل في النادي. من محمود وحيد نطمن على مروان، النهارده مروان محسن، بيؤكد برضو دكتور احمد انه المسحه الطبيه اللي اجراها مروان محسن مهاجم الفريق سلبيه. النهارده دكتور احمد كمان بيقول ان في اجراء احترازي هيتم اتباعه مع مروان محسن، وده من خلال اجراء مسحه جديده له بكره ان شاء الله، علشان يعني يزود فكره الاطمئنان على حالته بشكل كبير، وفقا طبعا للاجراءات اللي احنا عارفينها كلها ومتبعه الاجراءات الاحترازيه اللي بيتم النهارده اتباعها ضد كورونا فيروس. النهارده مروان بيخضع لبرنامج تاهيلي مصغر بحيث انه ادى جلسه في الجيم النهارده على هامش مران الفريق اللي طبعا كان النهارده الظهر. طبيعي طبعا كل ده في اطار استعدادات النادي الاهلي. طبعا في كمان مشاركه كبيره جدا منتظرها النادي الاهلي ان شاء الله الشهر الجاي، منافسات كاس العالم للانديه. زي ما اقول كمان الدكتور احمد ابو عبله بيقول انه بيتم تجهيز ملف كامل، ملف طبي خاص بالفريق، هذا الملف لازم يتم ارساله الى الاتحاد الدولي فيفا استعدادا للمشاركه في المونديال. قال طبيب النادي الاهلي ان هناك ورشه عمل يعني سريعه جدا وبتعمل بشكل خاص على بطوله كاس العالم للانديه يوم الخميس المقبل ان شاء الله، هيكون من بينها طبعا الحديث عن الضوابط والاجراءات الطبيه. احنا عارفين البطولات العالميه بيكون ليها بروتوكول خاص وبيتبعت، يعني الاتحاد الدولي الفيفا بيبعت للانديه المشاركه بروتوكول خاص واضح جدا من خلال الاجراءات وبنود كتيره جدا. طبعا من خلال الدكتور احمد بيمر على هذه البنود بشكل سريع، كمان على المستوى الاداري اكيد في بنود هيمر عليها الكابتن سيد عبد الحفيظ. فبنقول كمان النادي الاهلي بيستعد بشكل اكتر من رائع، بيستعد لبطوله كبيره جدا، بطوله كاس العالم للانديه ان شاء الله الشهر الجاي في قطر باذن الله. باذن الله.